ففي هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط العاشر في المجموعة اللي في أول المراكز. في هذه اللحظات هذا الذيب لسيد علي بن حمد بن طفلة مع الذيب في أول المراكز. الثاني المراكز عبد مبشر لسيد فاران بن عتيق بن قريع المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا الرامي لسيد هادي بن سالم بن قطامي المري في هذه اللحظات في ثالث المراكز. ولكن اللي في أول المراكز هذا هو الذيب لسيد علي بن حمد بن طفلة المري في أول المراكز. ثاني المراكز مبشر لسيد فاران بن عتيق بن قريع المري. وثالث المراكز هذا هو الرامي لسيد هادي بن سالم بن قطامي المري. ولكن الذيب حتى هذه اللحظات في أول المراكز. ثاني المراكز واصل إلى الحفل الكريم هذا مبشر لسيد فاران بن عتيق بن قريع المري. في هذه اللحظات يحاول التسلل لانتزاع المركز الأول. هذا اللي في ثالث المراكز الرامي لسيد هادي بن سالم بن قطامي المري. ولكن مبشر يسلل وانتزع المركز الأول. يدعو المكية مبشر لسيد فاران بن عتيق بن قريع المري. ولكن الذيب في هذه اللحظات استعاد حقوقه المنهوبة الذيب في أول المراكز لسيد علي بن حمد بن طفلة المري. ثاني المراكز واصل في هذه اللحظات مبشر لسيد عتيق فاران بن عتيق بن قريع المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز واصل إلى الحفل الكريم هذا الرامي لسيد هادي بن سالم بن قطامي المري. ولكن مبشر في هذه اللحظات في أول المراكز لسيد فاران بن عتيق بن قريع المري. والرامي واصل الرامي لسيد هادي بن سالم بن قطامي المري. ومبشر والرامي ومبشر مبشر حتى هذه اللحظات لسيد عتيق فاران بن عتيق بن قريع المري في أول المراكز. ثاني المراكز وصل الرامي للسيد هادي بن سالم بن قطامي المري. وثالث المراكز وصل إلى الحفل الكريم هذا الذيب للسيد علي بن حمد بن طفلة المري. توقيت الزمن لهذا الشوط 2:17 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.